مساء الخير، مشرفينا في صالون حركة على المليون النهاردة. هو الصالون رقم 73 مينا في القاهرة. في الحقيقة على مدار أكثر أو ما يقرب من عامين من العمل في حركة على المليون، كنا دائما نراهن أن المصريون قادرون على صنع حضارة، وعشان الشعار ده ما يتحولش إلى شعار رنان ملوش أي منطق وخاوي من الفكرة كمثل شعار الإسلام هو الحل، فكان علينا أن نعرف إذا كنا نصنع الحضارة فعلينا أن ندير دفة الأمور تماماً ونعي أو نسأل السؤال الأهم، وهو لماذا تخلفنا، خاصة أننا تخلفنا بعد عصر أو حقبة من التنوير في القرن 19 والعشرين وحتى ستينيات القرن العشرين تحديداً وحتى نكسة 67 لما الكيرف ابتدى ينزل وياخدنا في طريق مختلف. هل تخلفنا بسبب ثقافة الأوهام؟ هل تخلفنا بسبب ثقافة للخلف دور؟ هل تخلفنا بسبب ثنائية الحلال والحرام التي كانت دائماً مشكلة وتعوق الحركة والمسيرة تجاه الديمقراطية؟ أم كانت وما هو دور مش هل كانت بقى وما هو دور الشيوخ الذين أعفلوا منابر الإعلام ودورهم في هذه الردة الثقافية؟ وكان السؤال الأهم لماذا تقدم الآخرون؟ لأن الآخرون تقدموا وهم كانوا بيعانوا من عصور ظلام أكثر مما نحن كنا نعيش فيها، فجاء السؤال متكاملا لماذا تخلفنا ولماذا تقدم الآخرون؟ وده عنوان آخر إصدارات ومؤلفات ضيفنا اليوم مع حفظ الألقاب الكاتب والصحفي مسيو شريف الشباشي. أهلا بحضرتك، حضرتك منورنا النهارده. هو بالتأكيد غني عن التعريف وكانت له كثير من الكتابات الأخرى، منها كتاب اسمه نهاية التفكير عام 98، كتاب الداء العربي سنة 2002، كتاب تحطيم الأصنام 2006، وكان الكتاب الذي أصدره عام 2010 ثورة المرأة. وحتى دكتور إقبال برقة كانت قالت كلمة شهيرة، قالت أنها بتعتبره الجزء الثالث من كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين 1899 وكتاب المرأة الجديدة لنفس الكاتب عام 1901. سيد شريف الشباشي هو ضيفنا اليوم، زي ما قلنا هو غني تماما عن التعريف منذ أن بدأ عمله في الصحافة والكتابة السياسية، وكان له عمل في المنابر الثقافية فعمل في منظمة اليونسكو، وكمان كان رئيس الحدث الأكبر والأهم سينمائيا وثقافيا وهو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أهلا بحضرتك يا فندم. احنا الدكتور شريف مستر شريف هيقدم الصالون وبعد كده هناخد بعض المداخلات من حضرتك. كنت أتمنى أن أرى المرأة ممثلة أكثر من هذا، لكن الحمد لله. طبعا أنا هفترض أنه أنتوا هتقروا هذا الكتاب أو هتطلعوا على هذا الكتاب، فأنا مش هلخص لكم الكتاب الحقيقة، خاصة الأستاذة رباب تكرمت يعني ولخصت كده الكتاب في عجالة بطريقة ممتازة جدا جدا، لأن أنا فكرتي الأساسية في هذا الكتاب أنه بقول أننا نخلط دائما بين الأسباب والظواهر. يعني احنا نقول مثلا احنا متخلفين لاننا فقراء، ده غير صحيح. احنا فقراء لاننا متخلفين، احنا متخلفين لان مفيش تعليم ولاننا جهلة، لا احنا جهلة لانه احنا متخلفين. فدي احنا دايما عندنا علة، مشكلة بين العلة والمعلول، ودي برضو بناقشها في هذا الكتاب باستفاضة. أنا أفضل أن أنا في 10 دقايق كده ألخص لكم إيه هي العلمانية، وأكيد أنتوا عندكم فكرة برضو طالما أنه كنتوا أعضاء في هذه الحركة أو على الأقل مهتمين بهذه الحركة لدرجة أنكم بذلتوا مجهود وجيتوا لحد هنا مشكورين، بالتأكيد عندكم فكرة عن العلمانية. لكن أنا حاول أقول لكم أديكم تاريخ عن العلمانية وكيف نشأت هذه الفكرة في التاريخ، حتى ما قبل يعني قبل ما تستنى هذه الكلمة كلمة علمانية. هو هقول لكم يعني بتلخيص لرواية جميلة جدا جدا قريتها في صدر شبابي، كان عندي مثلا 15 أو 16 سنة، هي رواية باللغة الفرنسية
تؤكد على أهمية الدين بالنسبة للإنسان. الإنسان في حاجة إلى الدين. إزاي بقى يفهم الدين وكيف يطبقه في الحياة دي قضية أخرى. لكن ما هي هذه القصة؟ هذه القصة بتقول إيه؟ كويسة، هو العنصر النسائي بقى 12%. الرواية بتقول، بتبدأ، هي لكاتب فرنسي اسمه فيركور، هو معروف في فرنسا جدا لكن مش معروف هنا. الرواية في الثلاثينات أو في العشرينات من القرن الماضي، بتقول إنه رجل مستثمر كبير عايز يعمل مشروع استثماري، لا أرض في غابة مهجورة تماما، فراح في هذه الأرض عايز يعمل مكان سياحي كبير ويبني مباني لقى مخلوقات كده زي يعني بني آدم، ما بين البني آدم والقرود ما بيتكلموش، فقال لي أنا ما استخدمش دول علشان يعملوا لي هذه المباني ومش هديهم فلوس طبعا يعني. فبدأ إيه؟ يسخر هؤلاء وبدوا يشتغلوا، هم يقدروا يشيلوا ويقدروا يعني يقدروا ينفذوا حاجات بدائية جدا جدا، وهو ده المطلوب منهم. فجاب دول وبدأ يشغلوا، فجأة فوجئ بالجيران في المنطقة، رفعوا عليه قضية إنه هو بيشغل ناس أعمال دون دفع ودون دفع ال مش بس الأجر، يعني مش خليها الأجر، لأن يعني في حاجات تانية، التأمينات وحاجات زي كده إحنا ما عندناش الكلام ده، لكن في فرنسا لو جه الكهرباء يصلح لمبة لازم حيدي لحضرتك فاتورة فيها التأمين الصحي بتاعه وتأمين البطالة بتاعه وتأمين المعاش بتاعه بنسبة ضئيلة جدا، فكل ده بيجمع معاه بعد كده عشان يبقى عنده معاش. احنا هنا طبعا فيش حد بيدي فاتورة لحد، فعلى هم عندهم وعي له، فدول رفعوا قضية على الراجل لانه ايه، خرق قاعدة من اهم القواعد بتاعتهم، قاعدة قانون العمل بتاعهم. فالرواية كلها بقى الكلام ده في اول جزء، بعد كده الرواية كلها السجال بين المحاميين بتوع الطرفين، هل الناس دي بني ادمين ولا حيوانات؟ فالمحامي بيقول لهم دول حاجة ما بيعرفوش يتكلموا، ما بيعرفوش يعملوا حاجة سوفيستيكيتد معقدة، فدول حيوانات. وصاحب السيرك لما بيشغل الفيل أو الأسد مش هيدي فلوس للفيل لكن بيوكلوا فدول، ده الراجل ده صاحب المشروع بيوكلهم، فإذن بيقوم بواجبه. فدار بقى نقاش في منتهى الجمال، إيه الفرق بين الإنسان والحيوان؟ قالوا استخدام الآلة، قالوا الكلام، قالوا يعني بعض معايير، كلها معايير علمية ولازالت تناقش إلى الآن، إزاي تقدر تفرقي الحد الفاصل ما بين الحيوان أو عائلة الشمبانزي والإنسان. فالمهم جم بقى المحامين بتوع الجيران اكتشفوا اكتشاف خطير جدا، ان الناس دول كل يوم بالليل عند الغروب كده بيتجمعوا، اتفضل، ويحرقوا بخور ويقعدوا كده يبصوا فوق وايه ويبتهلوا للسماء. فقالوا دول بيعبدوا قوة غيبية اعلى منهم واكبر منهم. فهذا هو الفرق بين الانسان والحيوان. الحيوان لا يرى الا العالم الذي يراه بعينيه ويسمعه بأذنيه، لكن الإنسان هو اللي يدرك أن هناك قوة غيبية عليا أكبر منه، وأن هذه القوة تتحكم فيه أيا كان. إنما ده يعني عشان أقول لكم أهمية الدين بالنسبة للإنسان، يعني إذا كان حد يتصور أنه في هذه المرحلة يعني ممكن نقول كده ببساطة لا الدين مهم جدا بالنسبة للناس. وبناء على هذا كل من حكم في العالم تشدق بالدين وتمسك بالدين وبالسماء، بدءا من كل الفراعنة. طبعا فراعنة عارفين ان الفراعنة كانوا بيعتبروا نفسهم يعني آلهة طبعا،
وكل الكل البتاع ده اسكندر المقدوني لما جه هنا مصر برضو قال أنا ابن الإله، وفضل كل الحكام والخلفاء طبعا ده مفروغ منه طبعا، كل دول نبوخذ نصر كل دول كانوا يحكموا باسم السماء وباسم ربنا سبحانه. مين اللي ادهم هذا التفويض؟ ما حدش عارف، لكن هم بيقولوا ان عندهم هذا التفويض. فملك فرنسا، ملك فرنسا اللي قطعوا رقبته في المقصله لويس السادس عشر، كان اسمه كان يعني الملك بالفرنساوي مونارك دو دروا دي فا، بحق الحق الالهي، ملك بالحق الالهي، يعني مش انتوا يا شعب اللي اديتوني، لا ده ربنا هو اللي خلاني ملك. بدت تتزعزع هذه الفكرة، وأعتقد أنه أول مرة يعني تتزعزع بقوة شديدة كان في من أكثر من 200 سنة بشوية 1789، عندما قامت الثورة الكبرى وهي أم الثورات في العالم اللي هي الثورة الفرنسية. والثورة الفرنسية قامت على هذا الملك وخدته من مش عايز اقول لكم تفصيلات يعني يمكن ما تهمكوش، خدته من قصر فرساي وديته قصر داخل باريس مونتيلري، وبعد كده حاول يهرب فحبسوه، وبعد كده بقى ايه حكموه. وكان الاتجاه الغالب مش مؤيد قوي لاعدامه، وكانوا زعماء الثوره اتنين، واحد اسمه روبسبيير وواحد اسمه دانتون. دانتون ده كان بيقول خلاص احنا الراجل قلبنا، اعلننا الجمهوريه ولغينا الملكيه، فما فيش داعي اننا نقتل هذا الرجل يعني. فروبسبيير قال له ان لم نقتل هذا الرجل يبقى ما عملناش حاجه، لان هذا الرجل هو رمز للحكام الذين يحكمون باسم السماء، فاحنا لما نقتله تحت المقصله هنثبت للعالم وللاجيال القادمه ان ما فيش حاجه اسمها حد يحكم باسم السماء، وبالتالي يجب أن تفصل بين الدين والسياسة، وهي الفكرة الأساسية للعلمانية. وفعلا انتصر روبسبيير وكان الرجل الأقوى يعني، وأعدمه لويس السادس عشر في 21 يناير 1792. فطبعا بعد كده دانتون نفسه أعدم بالمقصلة، وروبسبيير نفسه أعدم بالمقصلة. دي قصة تانية يعني لو تهمكم ممكن. بالضبط كده. وبعد 10 سنين جه واحد اسمه نابليون بونابرت، عظيم جدا، قلب الدنيا وعمل انقلاب وحكم البلاد. بعد ما نابليون هزم بقى مين اللي جه ملك فرنسا؟ عشان دي بقى دي قصة ملهاش علاقة بالعلمانية يعني، وإن كان برضو ليها علاقة. أخو لويس السادس عشر اللي هو أعدمه، لويس الثامن عشر هو اللي حكم فرنسا بعد الثورة بحوالي كام؟ 1815 تقريبا. بالظبط كده. يا ده أنت كويس إنك أنت متابع الثورة الفرنسية. هايل. يعني كام سنة؟ حوالي حاجة وعشرين. 1989 يعني. حاجة كده بالظبط. 26 سنة. من هنا بدأت تظهر بقى فكرة الفصل بين الدين والدولة. ليه؟ لأنه الحاكم كان يستخدم الدين لإرهاب الناس ولتخويف الناس، وعشان ما حدش يكلمه، حد يجي يناقش أي قرار ياخده فيقول له ده قرار من فوق لكش دعوة أنت بيه، انتوا هنا تحت تلعبوا، انا قراراتي جايه من فوق. الى ان تطورت هذه الفكره 1905 برضو فرنسا الحقيقه لعبت دور مهم جدا في تاريخ الانسانيه الحديث، يعني هي دلوقتي عندها بعض مشاكل لكن لعبت دور مهم جدا. 1905 اصدروا قرار الفصل بين الدوله والكنيسه، الدوله ما لهاش علاقه بالكنيسه، لا تصرف عليها. وهذا هو جوهر الفكر العلماني، انك انت اذا خلطت الدين بالحياة العامة هتدخل المجتمع في دوامة من العنف ومن المشكلات
ومن القهر، لأنه أنت ما فيش حاجة تتناقش، أي حاجة تدخل في نقاش تخرج سلاح الدين، وسلاح الدين سلاح باتر. إنما الديمقراطية اللي احنا بنفكر فيها ونتمنى إنها يعني تسود في مصر، تقوم على الحوار، على النقاش، على تقبل رأي الآخر، وعلى تداول السلطة. يعني الإخوان المسلمين دول لما جم السلطة، هم جم بالانتخابات وتزرعوا أنهم جم بالانتخابات، لكن دول كانوا هيتحتحوا، كانوش هيتحتحوا أبدا، ولا بانتخابات ولا بغيره. كان لازم إيه تحصل هذه الثورة أو جموع الشعب المصري اللي نزل يوم 30 يونيو، ثم حركة الجيش اللي أقالت مرسي وأعوانه وأنصاره. نعم؟ لا، أنت كنت زي نابليون. لا، مش زي نابليون، لأن العصر اختلف تماما، ما يقدرش يبقى زي نابليون حتى لو عايز، ما يقدرش. النهاردة ماشيين حركة التاريخ بتطحن أي حد يقف قدامه، وما يقدرش، ما فيش حد دلوقتي يقدر يبقى زي نابليون في مصر إطلاق ولا زي أي حد. فإحنا النهاردة داخلين في مرحلة جديدة، مرحلة المفترض فيها إنه الشعب يبقى له كلمة في اختيار الحاكم. الحاكم ده مش جاي من عند ربنا، الحاكم ده مش جاي بالمدفع وبقوة السلاح، وإنما الحاكم جاي من إرادة، يستمد شرعيته من إرادة الشعب. ده الجديد اللي احنا عايزينه يستقر ويستتم. لكن طبعا زي ما بقول في هذا الكتاب، أن هذه الأفكار كلها العلمانية والديمقراطية، لأن العلمانية دي ما هيش يعني ما هيش فكر سياسي، إنما هي رؤية للعالم، وركن من أهم أركان الديمقراطية. تقدرش تعمل ديمقراطية من غير علمانية. يعني إذا عملت ديمقراطية ودخلت فيها حزب ديني مش هتبقى ديمقراطية، لأنه يوم الحزب الديني ده ما هيكسب الانتخابات بالآليات الديمقراطية الكاملة، بعد كده مش هيتحتح. ليه؟ لأنه هو يحكم بشريعة الله. طب ازاي انا بيني وبينك، انا لو مقتنع ان انا بحكم بحكم الله وبشريعة الله وبكلمة الله، انا مش هسيب حد تاني يجي يحكم. لا، لانه هيحكم بايه؟ بغير شرع ربنا. فعلى اي حال، النهاردة اللي انا عايز اقوله ان احنا ماشيين في اتجاه، انا رأيي انه ايجابي جدا جدا. محدش يتخيل ان مصر هتبقى دولة ديمقراطية عظيمة خلال سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة، مش عايز اقول ولا عشرة ممكن. يعني احنا قدامنا من 5 لـ10 سنين ممكن الاوضاع تستقر وتستتب، ونقدر في هذه الحالة نختار رئيس وحكومة تليق بمصر بصراحة، لان مصر لها تاريخ عظيم جدا جدا. قصة بقى السياسة والاحزاب دي قصة تانية، خلال الحوار ممكن نتكلم فيها، مش عايز اطول عليكم قوي. لكن هي دي الفكرة ببساطة لهذا الكتاب، وأنا تحت أمركم في أي أسئلة. شكراً.